سليمان ينجح الضغط، يضطر ان هو يلعب الكرة اي حاجة للامام، وتعود تاني الكرة والشناوي يطير والكرة تخرج الى ضربة مرمى في اول هجمة وفي اول كرة خطيرة على مرمى المنتخب المصري، رغم ان هناك حالة عدم استلطاف متبادلة بين الاثنين بين جيريس وساخو، لكنه ضمه للمنتخب. ضربة حرة للمنتخب السنغالي تتلعب داخل منطقة الجزاء، جول، خطأ دفاعي ويخرج الشناوي بشكل غلط هو كمان، ومامي بيرام ضيوف يكرر ما فعله في مباراة الذهاب، يسجل هذه المرة برأسية من كرة ثابتة كتير حذرنا منها، كتير قلنا وتكلمنا الدفاع لم يتعامل بشكل جيد. الشناوي هيخرج وشكله بالفعل مش هيكمل المباراة، ويخسر شوقي غريب، تبديل اضطراري، تبديل مبكر، ومحمد صبحي بديل لأحمد الشناوي. أحمد فتحي نبعد عن اللعب الروتيني إلى الألعاب المتوقعة، هو ده هو ده هو ده وليد، يلا جول محمد صلاح في أقرب كورة للمنتخب المصري بلعبة لعبة فيها إبداع. الأجيال الذهبية اللي مثلت المنتخب المصري واللي ارتدت قميص وفانيلة المنتخب المصري، كرة في العارضة ومحمد صبحي يتابعها ولحسن الحظ تخبط وتخرج ديوب، ديوب رهيب رهيب، بفضع ليفانتي رهيب، يجبر المساعد وحكم اللقاء ان هم يحسبوا رمية تمس لصالحه. لعبة الكرة وليد سليمان، اسرع وليد، وليد وليد مش ممكن، وليد سليمان بمجهود فردي رائع ينطلق من نص الملعب يخترق ويمر من الجميع لوليد سليمان لأحمد فتحي، يلعبها الحازم ناحية اليمين، حازم يكمل يقرب له صلاح، لكن حازم يرفع الكرة مش ممكن يا راجل، عرف السيد أمام المرمى ويضيع أول أهدافه الدولية، وكان هيكون أغلى أهدافه الدولية كمان.